مش محتاجة انت المطلوب منك علشان يجيب لي وصفات من جوه الباري. الاسعار نار لحمة وخضار، وازاي انا اوفر في الاكل اللي عجباني. اطبخ يا هارب كلف يا سيدي، اكلك اقتصادية على قد الايد. اطبخ يا هارب كلف يا سيدي، اكلك اقتصادية على قد الايد. على قد الايد، على قد الايد، على قد الايد، على قد الايد، على قد الايد. اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. وعودا احمد، عودا احمد ومحمود ومصطفى وكلهم ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم. طبعا دي اول حلقه بعد العيد، يا رب كده يكون قضيتوا عيد سعيد واجازه سعيده يا رب ان شاء الله، وكلكم تكونوا مبسوطين ويعني يعود عليكم بخير يا رب ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض بيتزا. انا بقى هبدا اعمل الاكلات اللي عملتهاش في رمضان. احنا في رمضان كنا تقليديين جدا، كنا عزايم، كنا مفطريين. هنبدا نكح تراب شويه، بس قلت بقى ايه يعني كمان اول كام يوم كده نعملهم كاننا في العيد. يعني هنعمل الحاجات اللي كنا المفروض نعملها في العيد، الحاجات اللي عملناهاش في رمضان، ومنها البيتزا اللي احنا طبعا البيتزا دي من الحاجات اللي هي يعني عليها اقبال فظيع جدا. فان شاء الله النهارده هعملكم كذا شكل، كذا شكل وكذا نوع وكذا طعم، عشان عارفه الاجازه مصايف رحلات مسافرين قاعدين في البيت مش عايزين نعمل اكل. فالوصفه دي جايين نضيفها على فجاه اصحاب الاولاد كل ده. النهارده هنحل المشكله دي. الحلقه بتاعت النهارده دي مهمه جدا، يعني ان شاء الله تخلوها عندكم كده يعني انا شايفاها ان هي مرجع حلو جدا لاكلات سهله سريعه. زي ما بقول لكم مصايف رحلات جايين نضيف جاي اصحاب الاولاد، حاجات كتير قوي هنعملها النهارده وبكذا شكل. بيتزا سريعه، بيتزا بالعجين، كله هيكون مع بعضه. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا اول حاجه بعجينه البيتزا. عجينه البيتزا، صلصه البيتزا والحشوه. انا النهارده هعمل بيتزا تقليديه خالص اللي هي بالعجينه باللحمه المفرومه. دي حلوه قوي قوي قوي، يعني احلى بيتزا بتاكلوها باللحمه المفرومه صراحه. يعني كله حلو بس دي الاساس. هنشتغل مع بعض في كله ان شاء الله دلوقتي. بصوا العجينه، عشان اعمل عجينه حلوه للبيتزا انا عندي هنا كوبايتين من الدقيق. ماشي، كوبايتين ثلاثه، ده احنا كام ثلاثه دول شكلهم ثلاثه، هنعمل ثلاثه ثلاثه نص كيلو. هنحط عليه ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من نص كيلو تمام، يبقى ثلاث كوبايات. ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من لبن البودرة، معلقة من السكر، رشة الملح أو رشة سكر كريمة شوية، وهنعجن بالمية. دي أسهل بيتزا. نص كيلو دقيق اللي هم ثلاث كوبايات، بسم الله. ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من لبن البودرة، بسهلك المقادير أهو. رشة سكر بس كريمة شوية، ورشة الملح، وأعجن بمية. دي كده عجينه الايه، عجينه البيتزا، سهله سريعه مفيش اي حاجه. زود ميه شويه شويه لما تعجن معايا عجينه طريه. عجينه سهله سهله، بس كتير معرفش ليه بيكسل يعجن. انا برضو هعمل بيتزا للي بيكسل يعجن، متقلقوش. واحنا لسه هنعجن، بتحصل كتير. ورجعنا المج بتاعنا تاني اللي بعد رمضان والحمد لله. طبعا رمضان جامد جدا، بس انا برضو يعني ايه عارفين بنصحى بدري يعني بيبقى ريقه ناشف كده، بتبقى محتاجه حاجه تسلك شويه. الحشوه اول حاجه بيبقى في صلصه البيتزا. صلصه البيتزا دي عباره عن ايه؟ عصير طماطم، ثوم، زعتر، ملح وفلفل وكمون. ما حطيتش هنا الخميره، يا نهار اسود، استنى خميره خميرة، معلش معلقة خميرة كبيرة. تمام، هنيجي بقى هنا ونعمل ايه؟ الصلصة، صلصة البيتزا.
شيء مهم على فكره قوي ان احنا نحضر الحاجه قدامنا لما نيجي شغالين، يعني لما تيجوا تعملوا حاجه زي كده. انا مثلا ايه، انا هنا حضرت كل حاجه بس الخميره ما كانتش موجوده جنبها فانا ما نسيتها. طبعا لو انت نسيتيها يعني العجينه باظت، فتخلي بالك قوي من الحته دي. تمام. هناخد بقى الصلصه. بسم الله بسم الله. الواحد نسي المطبخ ولا ايه؟ والله الواحد نسي الشغلانه. عصير طماطم. بسم الله. نحطها كده عصير طماطم تقيل، ماشي؟ مش تقيل قوي يعني بس تقيل. عليه ثوم مفروم. ثوم مفروم. عليه شوية كمون سنة صغيرة خالص، كمون وشوية زعتر وملح وفلفل. وشوية زيت. يعني معلقتين كبار زيت. بس. دي كده صلصة البيتزا. خلصت اهي. انا ممكن اعمل الصلصة دي واحطها عندي في التلاجة. لو انا اولادي بيحبوا البيتزا. تقعد معاكي في التلاجة. ممكن 10 ايام. هو طبعا حسب نوع التلاجة برضو. لان في تلاجات ما بتستحملش حاجة فيها بتبوظ بسرعة. وفي تلاجات لا بتقعد معاكي حاجة كويسة مدة طويلة. فدي ممكن ان انا لو انا في تلاجة عادية يعني فممكن تبقى تقعد معاكي 10 ايام في البطرمان في التلاجة. تمام. من اسبوع ل 10 ايام بالكتير. لو تلاجة حلوة تقعد اسبوعين. فدي حلوة جدا ان انا ممكن اعمل مثلا كمية 2 كيلو طماطم اعصرهم واعملهم صوص البيتزا واخليهم عندي في التلاجة. اجي اعمل بيتزا خلاص هي موجودة. اسهل. طب يعني هي دي الشغلانة بس عندنا في البيتزا ان انا اعمل الصلصة. ان انا هعملها دلوقتي بالعجين. ماشي. انا هعملها دلوقتي بالعجينه. انا هعملها كمان شويه مش بالعجينه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي هنا. استنى بس ثواني كده شيل بس الحته الناشفه دي. هنعمل بقى الحشوه. الحشوه هتكون عباره عن ايه؟ لحم مفرومه. يعني طبعا هنعمل حشوات كتير وتتنقي. يعني انا هعمل دلوقتي حشوه منهم. اول حشوه هعملها اللي هي التقليديه جدا اللي هي اللحمه المفرومه. عايز اقول لكم لحم مفرومه دي يمكن احنا كمصريين نعرفها او مش منتشره برضو قوي، بس صانع البيتزا اصلا في البلاد الاوروبيه والناس دي كلها ما يعرفوش لحم مفرومه دي قوي. يعني مش 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 هي الاساس عندهم. اكتر حاجه البيتزا عندهم بالجبنه، حبه صلصه على حبه جبنه على حبه زيتون كده خلصت بقت بيتزا. ما لهاش طعم كده وما لهاش اي حاجه خالص يعني. فطبعا دي تبقى حاجه ثانيه. عايز اقول لكم انا بسافر لبنتي بره بعمل لهم بيتزا. هم عين هم بلدهم يعني عندهم اكشاك هناك بره للبيتزا مخصوص. فيعملوا بقى ايه، بيحطوا البيتزا بتاعتهم عباره عن عيش يعني ايه زي عجينه هي عجينه البيتزا برضو يمكن، بس يعني ملهاش طعم خالص ومش ملهاش اي ريحه من التوابل. وبعدين حطينا على وشها جبنه وكم شريحه طماطم ده لو حطوا وخلاص، هي دي البيتزا ورشه زعتر عليها. دي كده البيتزا عندهم ملهاش طعم ملهاش ريحه. يعني باكل عجين بالجبنه. ايه ده؟ انا بقى عملت لهم بقى مره من دي ودقوها بقى. عايز اقول لكم يعني انبهروا انبهار فظيع جدا، كانهم اول مره ياكلوا بيتزا في حياتهم. ما عندهمش حكايه التوابل دي خالص. بص بقى انا هحط كده لحمه مفرومه البيتزا مع يا هند. اهلا وسهلا، كلمينا تاني يا هند. فاللحمه المفرومه دي تحفه تحفه تحفه. انا هحط اول حاجه كده اللحمه. ممكن نحط رشه جوز الطيب عليها تبقى حلوه قوي. بس انا ما عايز جوز الطيب دلوقتي، فهحط فلفل اسود وهحط قرفه وجنزبيل. معانا مرام. اهلا وسهلا يا مرام. يا مرام كل سنه وانت طيبه. طب كلمينا تاني. شكرا ليك. اللحمة الاول كده. الحاجات المبهرة بقى والحاجات الحلوة دي بتاعتنا احنا كمصريين يعني. نظبط اللحمة قوي كده اهي. بصوا خلاص بتروح كده.
كل اللي طلعت دي زفاره على فكره، يعني اللحمه لما انا بحطها في الاول كده دي بتعمل ريحه حلوه جدا وبتطلع الزفاره اللي في اللحمه اهي. بص كل الدخان ده طالع زفاره. هنرمي عليها بقى البصل، واحط الملح، انا ما حطيتش ملح، حطيت بس ايه فلفل اسود، وحطيت قرفه وجنزبيل، ولو عندك كوسه شيف حطي رشه كده بس. بصل استنى عليه شويه، عندي فلفل وطماطم وزيتون وجبنه رومي وجبنه موتزاريلا ماشي. ادبل البصل ثواني، اجيب بقى العجينه اللي خمرت. طبعا العجينه دي بعد ما بعجنها كده واسيبها تخمر عشان عايزه اعمل لك كذا حاجه. حاضر اهي، بص العجينه كده هقسمها وما اعملهاش تخينه قوي، يعني الحلو ان انت تخلي طبعا حسب ما انت بتحبيها، بس الحلو ان هي تكون متوسطه، لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. اهي كده خلاص، دي كده هنزل بقى شويه فلفل اخضر وطماطم كتير واقلبهم عليها كده شويه، شويه زيتون عليها بس. حشوه دي تعمل لي 3 بيتزات، اقل من ربع كيلو لحمه 3 بيتزات. تمام، هطلع بقى فاصل وهنكمل بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل ودلوقتي بنكمل مع بعض البيتزا بتاعتنا، عجينه البيتزا اللي خمرت طبعا لازم نسيبها تخمر. تمام، حط بس حاجه على النار هنا كده علشان ايه، هعمل حشوه تانية بعد دي. حلو الرفع ده قوي ماشي. اعمل لها حرف صغنن مش كبير كده. صلصه البيتزا بسم الله بسم الله، تكون بارده كلش سخنه، سيب السخنه هياخد الصلصه البارده كده اهي. الصلصه دي قلتلك هتنفعي تحطيها في التلاجه اسبوع 10 ايام وقت ما تحبي تاخدي، هتنفعك في المصيف قوي بقى، في المصايف حلوه جدا، وتاخديها معاكي كده في بطرمان وتستعمليها هناك، تعملي بيها عشاء، تعملي بيها فطار، تعملي بيها حاجه كده زياده، حلوه قوي قوي قوي. وهوريكي ان انت هتستعمليها كل حاجه، مش لازم تعجني في المصيف يعني انا عارفه. بص هنا الصلصه عليها شويه جبنه بسيط كده، جبنه رومي مبشوره تديها طعم حلو قوي. تمام، وعليها الحشوه اللي انا عملتها باللحمه المفرومه والبصل والفلفل والطماطم اللي بقول لكم محدش بيعملها دي، يعني غير يعني هي بيتي بيتي قوي، حلوه جدا 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 والله. ولا اي، بصوا مش عايزه اقول لكم، ولا اي محل بيتزا هيعمل بيتزا اللي بتعملوها دي، احلى مليون مره. شويه بقى زيتون، خلاص حطينا موتزاريلا شويه كده. معانا ابتسام، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا مدام نجلاء؟ بحبك قوي. ربنا يخليك، ازيك عامله ايه يا ابتسام؟ الحمد لله. انت في سنه كام؟ سنه كام؟ في سنه سته. سته خلصتي صح؟ خلصت. هتعملي ايه في الاجازه؟ الحمد لله. هتعملي ايه في الاجازه؟ قولي لي كده، ناوي تعملي ايه؟ لا اعمل ايه في الاجازه؟ ناوي تعملي ايه في الاجازه؟ عايزين نعمل كب كيك النهارده. ايوه. وهنعمل بسبوسه، بس هو معاه طريقه البسبوسه. ماشي ماشي، انا هقولك تعملي ايه في الاجازه يا ابتسام. شكرا ليكي. طب بس سكسكه بس معانا عشان عندنا حواديت سكسكه والبطله بتاعتنا، اوديها لك في الناحيه دي اهي. لو سمحت، عشان بس هي انتوا زعلينها وشكلكم خابطينها وانا مش هنا. ماشي، هنيجي بقى دلوقتي. طبعا يا ابتسام كانت معانا ولا مين؟ ابتسام، يا ابتسام
لو سمحتي في الأجازة، احنا زي ما اتفقنا من السنة اللي فاتت مش عايزين نضيع الأجازة. حاضر، احنا عندنا حوالي 3-4 شهور، قول 4 كمان مش 3 أجازة، فلازم نستفيد منهم. مش عايزين نقعد في البيت كده وخلاص وما نعملش حاجة ونيجي على الدراسة تلاقي مخكم صعب ان هو يستوعب تاني، لازم مخ يشتغل على طول، لازم نشغله بأي حاجة، ان احنا نروح مكتبة نقرا كتب، نشغل مخنا بحاجات كتير. طبعا هنطلع كذا فكرة ان احنا ممكن نعملها في الأجازة ان شاء الله مع بعض. طيب الحشوة اللي بعديها بقى، انا عملت كده اللحمة المفرومة، ممكن اعمل منها بالعيش، بالعيش الفينو. هنعملها ازاي؟ بس هعملها بالسجق، انا هعمل العيش الفينو بالسجق، بس انا ممكن احط اللحمه دي على العيش الفينو عادي جدا يعني. بس انا هعمل لكم حشوه كمان عشان تبقوا عارفينها، حشوه السجق اللي هعملها دي هتنفع في العيش الفينو، هتنفع في العجينه، هتنفع في اي حاجه من الحشوات اللي انا هعملها دلوقتي. انا عندي سجق، طماطم، بصل، فلفل، زيتون، جبنه. ازاي؟ ازاي؟ نقول بسم الله. هاخد السجق بتاعي وراح احطه على النار مع شويه ميه صغيرين، مش هحط له دهون عشان هو فيه دهون لوحده خلاص كفايه، فهحط له شويه ميه صغيرين كده، ربع كوبايه ميه. تمام. وهنيجي بقى نجيب ايه، نجيب صاجين كده ولا ثلاثه علشان نشتغل عليهم الايه، العيش بتاعنا. عندي عيش كايزر، عندي عيش فينو، انا مش عايزه اعجن وعايزه اعمل البيتزا بطريقه سهله وبسيطه. جالي ناس على فجاه، او اصحاب الاولاد، او رايحه مصيف، او رايحه على البحر، كل ده طالعه رحله، كل ده هينفع معايا في ايه، في اللي انا هعمله ده. اروح شاري عيش فينو وعامله الحشوه يعني، ولا اي حاجه تشتريها من بره، ولا اي حاجه تشتريها من بره. هقطع العيش الكايزر كده. يا مروان اهلا وسهلا. ايه ازي حضرتك يا طن؟ ازيك عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا طن؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. قول لي بعد كده، انت متعرف طريقه السجق الشرقي؟ حاضر، احنا بنعمله اهو. ماشي، احنا دلوقتي بعمل لك سجق شرقي ممتاز. هي نفس الطريقه. بص انا بفتح العيش الفينو من غير ما اوصله للاخر وافتحه بالشكل ده، ونفس الحكايه في الكايزر، بس لو اطفال صغيره يبقى هفصل الكايزر عادي عن بعضه، بس انا ايه سايباه ناس كبيره. بفتح كده العيش الفينو ما اوصلش للاخر، واروح ايه فاتحه كده، يبقى قطعة واحدة بالشكل ده. عايزة تفصليه افصليه، فاهماني؟ عايزة تخليه واحدة طويلة وكده، واحدة طويلة، بس انا اخليها ايه بقيمته يعني كده اهو كده. يبقى ده كده بديل الايه، بديل العجينة. انا جبت عيش كايزر، جبت عيش فينو، وابدأ ان انا اشتغل معايا بالطريقة دي. انا هنا حتى السجق الحشوة التانية، طبعا زي ما قلت لكم ده هحشيه عادي بلحمه مفرومه برضو زي ما انا عايزه، او احشيه بالسجق، او اي حشوه انا عايزاها. العيش ده لازم يتطرب الصلصه، صلصه البيتزا انا قلت لكم عليها، يعني هناخدها معانا او موجوده عندنا في الثلاجه في اي حته. صلصه البيتزا عملتها ازاي؟ صلصه البيتزا كوبايتين عصير طماطم، او عصير طماطم زي ما انت عايزه، لو كيلو او 2 زي ما انت عايزه تخليها. المهم ان عصير طماطم عليه زيت، عليه زعتر، عليه ملح وفلفل وكمون، عليه ثوم مفروم وزيت بس. يبقى عصير طماطم، زيت كميه معقوله طبعا مش كتير، ثوم مفروم وملح وفلفل وكمون وزعتر، والثوم يكون ني عادي، وحطيته كله على بعضه. خدت 3/4 تسبيكه، وابدا ان انا احطه في بطرمان واحطه في التلاجة واشتغل منه. جم حد من الاولاد عايز ياكل، ممكن اروح عامله رغيف فينو زي ده بالظبط كده، واروح حطاه، واروح حاطه عليه شويه جبنه، شويه اي حشوه عندي اللي انت عايزاها، وادخليها الفرن. هيفتح نفسه على الفطار جدا، ويحس بقى ان هو ايه بياكل بيتزا بقى، يعني شغلانه ولا هي شغلانه ولا حاجه، حاجه بسيطه خالص. انا بحط البيتزا شيشه مضطري، ها ما تخليش العيش ينشف معايا.
طب انا عايزاه مقرمش، انا حضرتك طبعا هنعمل ايه لو انا عايزاه طري ولو انا خايفه ينشف ومش عايزاه ينشف، انا عايزاه حلو طري كده مش عايزاه ناشف. هقول لك هنعمل فيها ايه. دي كده انا حطيت في كله صلصه كده، بطري معايا العيش، وادي السجق لازم يستوي طبعا كويس قوي قوي. وهو بيستوي بقى كده انا خلاص حطيت له الميه وبدا يغلي ويخش في السوا. هديله بصل وفلفل وطماطم كله يدبل معاه. بصل، فلفل كمان، انا هنا بكتر عندي الحشوه قوي يعني بخليها اخف كمان، بخليها يعني ايه ما تاخدش مني كميه يعني على قد الايد بقى. احنا رجعنا تاني على قد الايد برضو، خلي بالكم احنا في رمضان كنا سايبين عندنا شويه عشان رمضان بقى وعشان كان عزومات وكده، نرجع نلم ونقتصد ونوفر ونعمل حركات بقى ان شاء الله كده. فهنا ايه الحبه بقى السجق اللي قد كده بقى قد كده، اللحمه المفرومه اللي قد كده بقى قد كده، الفلفل والطماطم والبصل. تمام، اهو بص بقى قد ايه الحله، ما كانوش باينين منها. حاضر، تمام. هنيجي هنا برضو احط شويه جبنه مبشورين بس على الصلصه، ده اختياري، ما عندكيش ما تحطيش، بس انا بحبها عليها بتطري برضو العيش قوي. عايز تكتفي بالحشوه عليها اكتفي، بس تصدقني بتفرق يعني، بس طبعا عشان على قد الايد فممكن نكتفي بالحشوه. على قد ديك تحطي الجبنه حطيها براحتك. تمام، بديكي جميع الاختيارات. احط بقى الحشوه دي كده اهي، اجيب لكم كمان وانا هكمل الباقي عشان بس لازم اطلع فاصل كده. تمام، بس اتاكد ان كل واحده تكون فيها سجق برضه، ما نظلمش حد، محدش ياخد لا خضار بس اهو. ونوزعها حلو كده، وعلى وشها الجبنه. تمام، جبنه موتزاريلا بقى وزيتون، ثواني زيتون برضو كده عشان تبقى بيتزا بيتزا بقى، احنا مش هنخم كمان في البيتزا يعني. تمام، وجبنه موتزاريلا على الوش، ودخلها مش كتير الفرن، يا دوبك كل حاجه مستويه عندي اهو، فيا دوبك تسيح الايه، يا دوبك تسيح الجبنه بس. انا هكملهم وهقول لك هنعمل فيهم ايه بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. زي بصوا احنا عملنا دلوقتي بالعيش الفينو البيتزا اللي بالعيش الفينو اللي عملناها بالعيش الكايزر، حلوه يا حبيبي. لا خلاص ده احنا فطرنا خلاص، انت ماشي لبسها لاخوك ماشي. ما علينا، طبعا لازم يدوقوا في الفصل. طبعا احنا كده عملنا بالعيش الفينو، حطينا عليها صلصه البيتزا، انت مؤدب انت مؤدب. وحطينا عليها حشوه السجق اللي احنا عملناها، خد واحد لوحده هخصمه منه بعد الحلقه. والحشوه الثانيه انا عملتها بلحم مفرومه زي ما هو، عشان اوريها لكم برده ان انا بالعيش الفينو او بالعيش الكايزر حطينا الصلصه وعليها حشوه اللحمه المفرومه، ده انا عملتها بالبصل والفلفل اللي خليت اللحمه المفرومه فيها كتير قوي، يعني بقت الحته ربع كيلو اللحمه يعمل لك ما شاء الله تلات اربع بيتزات، وعليها الجبن الموتزاريلا كده من فوق. يعني اي حشوه اي حشوه، انا دلوقتي هعمل حشوه تونه ممكن احطها هنا برضو. تمام، طلع بس هنا في الفرن بقى عشان كده ايه، خلاص يا ما شاء الله بيتزا ما تاخدش معانا وقت، بس نتاكد. بصي اول ما تلاقيها، سامعين واصله الصوت ده، في ايوه مخشوله كده من تحت، خلاص هي كده استوت. في حاجه ورقه لا، وانا حطيت بقى العيش الفينو التاني وادخل دي من تحت بسم الله. طبعا هنخاف العيش الفينو ان هو ينشف. تمام، انا هكون عايزه ورق الومنيوم نجهزها على طول، يا غطا صينيه تانيه يا ورق الومنيوم اي حاجه
اول ما يطلع الاقي خلاص ان هو كل حاجه مستويه فيها، هو مجرد ان هو عيش مستوي وعليه الصلصه وعليه الحشوه مستويه، يدوق عليه الجبنه تسيح عليها واسخن ده كله مع بعضه واسيب لون حلو لطيف كده عليها. لو انا عايزاها مقرمشه مش هغطي، هسيبها زي ما هي كده، فهتلاقيها ايه فيها قرمشه حلوه جدا برده. لا انا عايزاها طريه وحلوه زي البيتزا عادي خالص كده، بروح مغطياها بورق الالومنيوم علشان او بصينيه ثانيه علشان ما تبقاش ناشفه. طيب انا ما عنديش عيش فينو، ما عنديش عجينه، اعمل ايه؟ عندي عيش بلدي على قدي، عيش بلدي اعمل هل ينفع للبيتزا؟ اه طبعا ينفع للبيتزا. بنعمله ازاي؟ انا عندي عيش بلدي كبير او صغير، تجيب اللي انت عايزاه، وانا بفضل الصغير اكتر كمان منه بالشكل ده. عيش بلدي عادي خالص اهو، تمام. هحشيه كمان تونه، اسهل واسهل واسهل. وانا ايه اللي حصل لي ده؟ تمام. في ايه؟ صلصتي يا ربي. ماشي معلش، حصل خير ان شاء الله. هحشيه تونه. ازاي بقى هعمله ازاي ده؟ حشوه بلدي عاديه جدا جدا وسهله وبسيطه خالص. عندي علبه تونه، علبة هتعمل لي لو الرغيف كبير هتعمل لي 4 أرغفة كبار، لو رغيف صغير تعمل لي 6. علبة التونة ليه؟ بعمل فيها ايه عشان اوصلها لكده؟ اقول لك بعمل فيها ايه، بس خلي بالكم من الفرن معايا. علبة التونة دي بحط قدها بصل مثلا مفروم، بحط عليها فلفل حامي، بحط عليها فلفل رومي، احط عليها طماطم، احط عليها اي حاجات تانية، شوية زيتون كمان عليها، شوية كمون وعصير ليمون برضو، بس استغفر الله العظيم الليمون دلوقتي غالي، ف يعني ايه هنضطر نستعمله، بس المفروض يعني ايه يلا هنضطر نعمل. طب اقول لكم على فكره لطيفه، عشان الليمون بمناسبه ان الليمون غالي اليومين دول، واحنا بقى ايه يعني بنقتصد فيه قوي. فعندنا هنا الليمون مثلا، انا مش هستخدم الليمونه كلها، بس هنا ممكن استخدمها كلها، بس انا مثلا انا عايزه نقطتين على الفول كده ولا اي حاجه وخلاص. وعندي الليمونه بقى بعمل ايه؟ بطريها، بس بقى الليمون غالي. لازم نقتصد في كل حاجه يا اولاد، تمام. بطري الليمونه قوي كده، بس هو ان شاء الله يرخص على طول. واروح انا دلوقتي مش هستخدم النص كله مثلا، يعني انا عايزه بس نقطتين ثلاثه، بروح خرمها كده بس واعصر منها بصوا كده بس بصوا كده اهو، مش هفتحها خالص اهي، هما الكام نقطه دول شايفين وخلاص على كده. فتفضل معايا الليمونه بقى زي ما هي كده ما تنشفش، مش هلاقيها في نص الليمونه بايظ ولا بالثلاجه ناشف، لا ده غالي فما ينفعش. بس انا طبعا هعملها عشان الكميه كبيره، فهعمل كل الايه، انا بديكي فكره بس ان انت لو عايزه نقطتين ثلاثه تخرمي الليمونه بس، يعني توفير ما بعده توفير. الحمد لله. امال يعني حاجه غاليه وهنرميها ولا تنشف في الثلاجه؟ بص والله هو غاليه او رخيصه احنا لازم نقتصد، يعني لازم ان احنا نوفر جدا في الحاجه اللي احنا بنستعملها وما نبذرش، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، فهنبذر في حاجه ربنا مش هيكرمنا من الناحيه الثانيه. فاي حاجه احنا بنستعملها سواء غاليه او رخيصه لازم ما نبذرش فيها ونهدر فيها ونرميها. مش معنى مثلا ان انا عندي فلفل الرومي يبقى رخيص ان انا اقطع كده وارمي وخلاص، لا حرام. اي نعمه من عند ربنا لازم نحافظ عليها، مش مهم تمنها ايه، المهم ان احنا نحافظ عليها. فانا بص ادي كده، بص حشوه التونه بقت قد ايه بقى ما شاء الله، كمان لو حطيت لها طماطم كمان بتبقى هايله. معانا هند، اهلا وسهلا يا استاذه هند. انا بحب حضرتك قوي يا فيفا. ربنا يخليك، ازيك يا هند عامله ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اسال عن طريقه عمل مونتن تيت. ايوه. وكمان انا عندي حساسيه من الثوم والبصل والخضار وكده، فعايزه اكل من غير ثوم وبصل والكلام ده. اكل من غير، طب انت طب الخضار التاني كله فيه ايه؟ عندي حساسيه، بتطلعلي حساسيه. ده من كل الخضار؟ اه. طب انا هشوفها، حاضر عينيا، حاضر ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي. بصوا كده بمسك العيش البلدي بفتحه كاني بعمل حواوشي، ماشي، كاني بعمل حواوشي. ليه بعمل كده؟ هقول لك ليه بعمل كده. مش هحشيها الحشوه دي، ده بيتزا.
طبعا لو عايز تعمليها زي الحواوشي اعمليها، يعني ممكن نحشيها بس دي عشان حلقه بيتزا، فمره ثانيه بنعملها لكم. احشي ده جوه واروح مسويها على النار من فوق عادي خالص. بصوا هاخد بس شويه جبنه موتزاريلا بسيطه بسيطه خالص كده من جوه، او جبنه رومي مبشوره، بحيث ان هي تلزق لي الايه العيش في بعضه وتديله طعم. واخد بالكم ان طبعا اهي رش كده جبنه رومي اهي بسيطه خالص كده هنا علشان بسيطه خالص بس كده تمام. واروح جايبه عليها العيش من فوق اهو، نحط عليه صلصه البيتزا برضو نفس الحكايه في العيش ده. لو انا عايزاه مقرمش اول ما بيطلع من الفرن بسيبه، لا انا عايزاه طري اول ما بيطلع بغطيه. انا الاحسن طبعا بغطيه على فكره، يعني انا بالنسبه لي لا اول ما بيطلع بغطيه على طول. لو انا بعمله لحد بقى من اولاد او حد ضيوف او كده، يعني تعرفين الشباب الصغنن بيحب الحاجات دي، بطلعه اغطيه على طول يعني كده اهو. بص ده طالع بقى ايه مقرمش سنه، لو انا عايزاه مقرمش بسيبه. انا لا انا عايزاه طري كده وحلو زي البيتزا عادي، مع ان الناس بيحبوا المقرمش، بروح مغطياه بس واسيبه كده. ما تغطوش قوي يعني، برضو ما تخلوش مكتوم النفس ان هو يطلع زي المسلوق او يطلع طري قوي، لا كده ايه يعني اهو الدخان اللي عليه هتطريه شويه صغيرين تمام كده. وادي برضو سنه جبنه من فوق كده بسيطه، جبنه رومي مبشوره واروح حاطه الحشوه. علبه التونه اللي خليتها تلات علب دي، التونه غاليه برضو فايه موفره لكم جدا 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 ان شاء الله يعني. حاولي تغطي قدر الامكان العيش بالصلصه عشان ده اللي هيديله الطعم. ودي التونه اللي بالبصل والليمون والزيتون والفلفل الحامي والفلفل الرومي، وعليها جبنه موتزاريلا، وادخلها. ما بتاخدش معاكي 10 دقايق في فرن سخن، 10 دقايق بالظبط بس كده. طبعا حابه تزودي بقى الجبنه زي ما انت عايزه على قد ايديكي تزوديها. واللي تحت برضو قربت خلاص، بسيبها ثواني كده بس يعني ايه تاخد لون حلو كده لطيف. بس هي العيش بقى متحمص تحميصه حلوه اهو معايا اهي، عايزه اوريها لكم برضو لطيفه وسهله وسريعه اهو. كمان هعمل لكم بيتزا حلوه مش هحرمكم من حاجه ماشي. طيب اطلع فاصل ولا عايزين ايه؟ اطلع فاصل وكم بعد الفاصل وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي بس ايه بوضب الدنيا علشان ابدا اقول لكم عملنا ايه من تاني. بس احنا لسه شغالين دلوقتي البيتزا النوع اللي بعديه السهل جدا البسيط. عايز ايه تاني يا ابني؟ حاضر حسن. لا اله الا الله، حازي جنب اخوك حازي مش عارفه لك حدوته بس معلش. الحلقه النهارده يعني مفيش حواديت النهارده، لا بس الناس عايزه الحواديت ان شاء الله. انا هظبطها لكم تاني بس عشان الحلقات بتاعت اليومين دول بعد دخلت بقى خرجنا من العيد واخدين اجازه، فجايين بقى ايه كبس كده على الاكل، فعندنا حاجات كتير ان شاء الله تبسطكم كتير جدا ان شاء الله على خير. هنعمل بيتزا تانيه بالعيش الشامي اسهل واسهل. كل مره بصوا خدت لكم الاول من العجينه وبعدين حشوات الصلصه، عملنا بالعيش الفينو، عملنا بالعيش البلدي، وكل مره بسهل. نزلنا اخر حاجه بقى ممكن اعملها واسهل حاجه، عندي عيش شامي من اي سوبر ماركت هتجيبيه. عندي عيش شامي وعندي جبنه قريش ابسط من كده مفيش حلوه جبنه قريش ابسط من كده مفيش شعر والله. طيب هنعملها ازاي؟ انا عندي عيش شامي اجيب بس الصينيه اللي هشتغل فيها على طول. برضو البيتزا هنا هتكون صديقتي، برضو صلصه البيتزا هتكون صديقتي. عندي صلصه بيتزا
عندي جبنه قريش، عندي شويه جبنه موتزاريلا وشويه جبنه رومي مبشورين، تمام؟ مش اي حاجه تنقص من دول مش مهم، يعني مش عايزه تحطي مثلا جبنه رومي مبشوره بس الموتزاريلا مهمه انها بتطري شويه، او تبدلي ما عندكيش جبنه موتزاريلا حطي جبنه مبشوره. انا بحب ايه اوفر لك اي حاجه يعني. بصي بقى هنجيب برضو العيش الشامي ونفتحه كاني هعمل حواوشي، يعني الخطوه دي مهمه ان انا احشيها من جوه حاجه، ما يبقاش انت واخده العيش العيش لو انت عملتيه من غير ما تحط يعني تحطي له حاجه من جوه هتحس ان في طبقتين فاضيين وممكن تتفتح منك يعني كده هتحسي في فراغ كده. انما انا مبلزقها بجبنه رومي او جبنه موتزاريلا او اي حاجه بسيط خالص كده، يعني بصوا رشه كده بس رشه تديها طعم حلو قوي ومش هتكلفك كتير ولا حاجه. انت كده جبتي الحاجه كده كده جبتيها وكده كده هتستعمليها ان شاء الله، يعني جبنه رومي مبشوره، جبنه موتزاريلا، اي حاجه اهي. انا مره كده احط كده واحط اي حاجه اللي موجوده عندك، يا موتزاريلا يا جبنه رومي مبشوره، تمام؟ بصوا حاجه بسيطه خالص، واروح احطها في الصينيه اللي انا ايه هحطها فيها، مجرد ان هي هتسيح طبعا مع الصينيه دي، واروح حاطه صلصه عليها كده، صلصه البيتزا اللي انا عاملاها بعصير الطماطم والثوم والزعتر والزيت والملح والفلفل وشوية كمون بساط. كمون حلو جدا ومفيد قوي قوي قوي. تمام كده. طبعا التليفونات مفيش لان انتوا لسه واخدين ان انا في اجازة، انا مش في اجازة انا رجعت الحمد لله. هزروش يعني. تمام. هناخد بقى هنا ايه؟ برضو سنة جبنة رومي، ده اختياري برضو. بصوا حشرات اللي فوق زي ما انتوا عايزين، بسيطة خالص كده. هحط جبنه قريش نقطعها كده عليها، وان شاء الله هعمل لكم قريب ازاي نحول القريش دي الموتزاريلا، ان هي سهله خالص. احنا اصلا جبنه الموتزاريلا بتتعمل من القشطه او اللبن، فمرحله من مراحلها بتكون الجبنه القريش دي، فان شاء الله ممكن اعملها لك منها، هتبقى سهله وبسيطه. بحس ان في ناس كتير بتقول لك الموتزاريلا غاليه جدا، فازاي ان انا ما عنديش امكانيه ان انا استعملها، فبقول لك استعملي مكانها دلوقتي الجبنه الرومي المبشوره ارخص منها شويه. وان شاء الله الجبنه القريش دي هعملها لك جبنه موتزاريلا ان شاء الله. ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ بسم الله. ناخد بقى فلفل رومي رخيص وابن حلال ومفيد قوي. تمام. نحط طماطم زيتون الاول، مكتريش طبعا عشان ميبقاش حادق، والطماطم بقى حلقات كده على وشها عشان برضه تحميلي العيش وبتطريه. العيش البلدي نفس الحكايه، هتلاقوه ايه نشف سنه مش عايزاه ينشف، بروح ايه مغطياه بورد الومنيوم. سيبي يعني بص مهوي كده بس متغطش هتلاقيه طري خالص بقى. تمام. ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. هنا كده وشويه موتزاريلا عليها طبعا. حابه تحطي الوانات حطي، يعني عايزه تحطي فلفل الوان حطي، خليها ما اخلص. حاضر. تمام كده. بس اسهل من كده مفيش. جبنه قريش، صلصه البيتزا، عيش شامي، جبنه رومي مبشوره، جبنه موتزاريلا، اي حاجه، فلفل وطماطم فقط لا غير، وهدخلها واعمل احلى بيتزا والله طعمها تحفه. فطرتهم تحت المطبخ التحضيري من البيتزا دي. تمام. طيب عايزه اعمل بيتزا تانية بسرعه بقى كمان حلوه. عندي العجينه هي عجينه البيتزا اللي انا عملتها. ازاي عجينه البيتزا اللي انا عملتها؟ من نص كيلو من الدقيق، 3 كوبايات عليهم، ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من لبن البودره، مش عايزه لبن بودره بلاش بس هو بيحسن طعمها ومحسن كمان للعجين،
وعليها معلقه كبيره من الخميره، رشه ملح، رشه سكر كريمه شويه، وعجنت بالميه. دي عجينه البيتزا. هقولها تاني، نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق عليه، فين الدقيق؟ كان هنا. نص كيلو من الدقيق عليه معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من الخميره، ربع كوبايه من الزيت، ربع معانا المقادير اهي العجينه على الشاشه، معلقه كبيره من الخميره، ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من لبن البودره، ولو مش عايزه لبن بودره مش مشكله، تمام، ورشه ملح ورشه سكر، وعجنت بالميه. سهله وبسيطه ومش مكلفه. هعجنها عجينه طريه واسيبها تخمر. الثلاث كوبايات دقيق دول بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا لي ثلاث بيتزات وسط، ثلاث بيتزات من الحجم ده اللي انا عامله ده، بيعمل منه ثلاث بيتزات، ثلاث كوبايات دقيق اللي هم نص كوبايه، نص كيلو، عشان انا مش عاملاها تخينه او انا عاملاها رفيعه. طبعا هنا ده الحرف، هي من جوه ارفع. هبدا نعمل بقى التانيه دي الحلوه اللي بقول لكم عليها بالمربى. ازاي؟ يعني ما بقاش عملتش حاجه حلوه بقى النهارده، لازم نعمل بيتزا بالمربى. برضو سهله وبسيطه. هي دي الوحيده اللي عجبتك ولا ايه؟ تحب المسكر؟ ماشي، دي لطيفه قوي برضو. دي حاجه كده ايه، تنفع جنب شاي، جنب شاي بلبن، جاي لي ضيوف هيقعدوا معايا بالليل شويه، اعمل لهم حاجه ياكلوها ما يقعدوش على الناشف كده بس يشربوا شاي وخلاص. لا، ومش مكلفه خالص. انا عندي بطرمان مربى، وعندي كوبايتين دقيق، ولا حتى لو كوبايه هتعملي بيها بيتزا، ان هي البيتزا بتاخد كوبايه دقيق واحده بس، وهنعمل بيها بيتزا محترمه. عندي بقى شويه زيب وجوز هند فاضلين من حاجات رمضان، هستعملهم برده، ما عنديش، يبقى هكتفي بالمربى. عندك مكسرات بقى على قد ايديكي، حطي زي ما انت عايزه، يعني كل واحد على قد ايديه هيشتغل. والعجينه هي هي، تمام كده، حلو السمك ده كانه سمك رغيف عيش بالظبط. حاضر، تمام. المربى فين؟ المربى فين؟ اهي المربى، وجوز هند وزبيب، ادلع المربى شويه، مكسرات سوداني اي حاجه حطها فيها، حط مربى كده عليها زبيب. عايز تحطي مربى بس حطي مربى بس، على فكره شويه جوز هند مش كتير، مش عايزاها تتعجن بس تديها طعم حلو، حشوه حلوه كده. واي نوع مربى، اي نوع. حاضر، واروح حطها على العجينه كده، طبقه مش تخينه. مش عايزه اكتر، تبقى الحاجه لما تكون كتير مش حلوه، يعني كل المعقول حلو. تمام تمام تمام. وبعدين اروح يا دوبك رشه جوز هند بسيطه كده على الوش، يعني الجبنه، وادخلها الفرن. بس هعرف طبعا سواها من سوى الحرف. اطلع فاصل وكان بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي خلصنا البيتزات بتاعتنا بجميع انواعها. طبعا في البيتزا دي ليها بحر كده من الطرق والحركات، هنعيش فيها طول الصيف، لان انا عارفه في الصيف احنا بنحب الحاجات دي عشان السفر والرحلات وكل الكلام ده. وهعمل لكم ان شاء الله يوم خاص بالرحلات، احنا ناخد معانا ايه واحنا رايحين الرحله، ناخد معانا ايه واحنا رايحين على البحر، ناخد معانا ايه واحنا رايحين في الطريق، حتى اخد ممكن اجهز ايه اخده معايا في الرحلات. يعني هحاول ان شاء الله ان انا اقرب لكم قوي كل ما تفكروني بحاجات كده عايزينها ان شاء الله نعملها مع بعض. فطبعا البيتزا دي من الحاجات اللي هي مطلوبه جدا، لان هي بتنفع في كل الاوقات، بتنفع عزومه، بتنفع في البيت، بتنفع في الخروج، بتنفع في المصايف، بتنفع في الرحلات، بتنفع في الطريق وانا رايحه، يعني هي حل كل المشاكل. طبعا انا عملتها النهارده بالعجينه اهي، دي باللحمه المفرومه بس اللي انا عملتها دي. عملناها بعصقت لحمه عاديه خالص، زودت لها بصل وفلفل وطماطم، تمام. عملت العجينه زي ما قلت لكم، واحنا عماله اعيد وزيد فيها تاني وتالت ورابع وخامس، نص كيلو من الدقيق، ربع كوبايه من الزيت،
ربع كوباية من اللبن البودرة، رشة ملح ورشة سكر، وعجنت بالمية، معلقة خميرة كبيرة طبعا، تمام كده؟ عجنتها، سبتها خمرت، فردتها، حطها في الصينية، حطيت عليها صلصة البيتزا، صلصة البيتزا اللي أنا عملتها من عصير طماطم، عليها زيت، عليها توم، عليها زعتر، عليها ملح وفلفل، وسبتها تغلي على النار كلها مع بعضها. ما بشوحش حاجة. تمام؟ دي الصلصة اللي ماشية معايا في كل البيتزات دي. عملت العجينة، حطيت عليها الصلصة، حطيت عليها خلطة اللحمة المفرومة اللي عليها كمان الزيتون، ورحت حط عليها من فوق شوية الجبنة الرومي أو الجبنة الموتزاريلا زي ما تحبي، بس الموتزاريلا طبعا هي المشهورة بيها إن هي بتفرش معانا كويس قوي. عملناها بعد كده بالعيش الفينو، بس عملت لها حشوة سجق كمان. حشوة السجق دي ممكن استعملها هنا، ممكن استعملها هنا، في أي حتة أنتوا عايزينها. تمام؟ ممكن استعملها بالعيش الفينو، ممكن استعملها بالعيش البلدي، زي ما أنتوا عايزين. يعني الحشوات اللي أنا عملتها لحمة مفرومة أو سجق، دي أنا ممكن استخدمها كل ده في عجينة أو في عيش فينو أو في عيش بلدي أو في عيش شامي. تمام؟ أنا عملتها هنا، حطيت عليها صلصة، جبت العيش الفينو فتحته بالشكل ده، مفتوح كده أو مفتوح زي الكايزر، فتحها برضو اتنين. طبعا هيبقى حلو قوي لكل واحد، لو حد صغنن وخد واحده من دي، لطيفه قوي بيتزا، شوف قد ايه لذيذه جميله جدا، وما تعبتنيش خالص، وموجوده عندي. انا اشتريت العيش ده وفتحته، حطيت عليه صلصه البيتزا، حطيت اي حشوه انا عايزاها، لحمه مفرومه، سجق، تونه، جبن وطماطم، اي حاجه. تمام؟ انا اللي عاملاها دي عاملاها بسجق، حتى عامله منها كام واحده باللحمه المفرومه كمان في النص كده، قلت ايه اللي يحب لحمه مفرومه ممكن ياكل منها. تمام كده؟ ايه تاني؟ انا عايزه اوريكم الفرق بين الاثنين. هنا دي انا عاملاها بجبنه رومي بس، عشان اللي ما عندوش جبنه موتزاريلا ويحط رومي عادي جدا، ما تحطش جبنه رومي على الوش، مش لازم تبقى فيه جبنه موتزاريلا. يعني حبيت ان انا اوريكي احنا ماشي نفسنا على قد ايدينا بالموجود عندنا في البيت، اقدر ان انا اتصرف بيه، مش لازم اكلف نفسي. عملنا اللي طب واحده واحده صبرك عليا. اللي بالعيش اللي بالعيش الشامي اهي، بص طريه وحلوه ازاي، عشان انا غطياها. طبعا ممكن اقدمها كده، ممكن اروح لفها رول، بس مش عايزه ابوظ منظرها واقدمها. يعني ممكن اروح لفها مطبقها كده واقدمها كده، مش عايزه ابوظها، بس هي اللي زي بعض. تقدم كده وتتحط في ورق الومنيوم، يعني مثلا انا عايزه طالعه رحله اروح عاملاها بالشكل ده، هو ورق الومنيوم لسه هنا. بعد ما عملتها بالشكل ده اروح واخداها احطها بس قدامي كده، واروح لفها رول كده، ماشي اهي، بس نجي كده دي ورقه الومنيوم دي بقى، انت طالعه رحله بقى. كده اروح فتحها لهم كده طبعا لما يجي ياكلوا بالشكل ده، وهتبقى كل حاجه جواها. انا هنا حشياها جبن، ممكن حشرها مفرومه، ممكن سجق، ممكن اي حاجه، ويتعمل بالشكل ده. تمام؟ بوظت لكم منظر الطبق بس معلش. عشان استفيد من ال هقولها لكم ازاي. تمام؟ العيش البلدي انا عملته بالتونه، جبت عيش بلدي فتحته من النص، ورش شاي برضك على فكره كده، حطيت فيه رشه جبنه رومي او رشه موتزاريلا، وبعدين قفلته وحط على وشه التونه اللي حط عليها بصل وفلفل وحركات دي كلها، وبعدين معاها زيتون، وعلى وشها برضو طبعا لازم الصلصه على العيش من فوق عشان يطريه، نفس الحكايه. تمام؟ اهو ده العيش البلدي. تمام؟ طري وحلو جدا، ممكن اعمل فيه نفس العامله والفها رول برضو لو انا ايه، او اقطعها بالسكينه لو انا هاكلها في البيت. تمام كده؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ نقطعه لكم، نقطعه زي البيتزا، استنى بس نقطع واحد كده. وعملنا كمان المربى، نفس العجينه اللي انا عجنتها، رحت واخده جزء منها وعاملاه ايه؟ بالمربى، حتى المربى عليها شويه زبيب وشويه جوز هند، ورحت ايه حطاه عليها. اهو. طبعا عشان رغيف صغير فقطعتها على اربعه بس، لو رغيف كبير ممكن اقطعها ازيد، وتتقدم بالشكل ده. تمام؟ ولازقه ببعضها العيش من جوه، ان انا حاطه له جبنه، فايه؟ مسك في بعضه حلو جدا، كانها عجينه بيتزا، مش يعني لو ما فيهاش هتلاقي العيش فرق معاكي كده. ايه تاني؟ ايه تاني؟ وادي المربى
زي ما انتم شايفينها، بتحس في الاول ان هي سايله بس بتبرد، بتمسك نفسها. حلوه جدا جدا جدا، حاجه حلوه بسيطه وسهله وعلى قد الايد جدا جدا. بس كده كده خلصت حلقتنا النهارده. عملنا مع بعض البيتزا بكذا نوع، وحلو وحادق، بجبنه قريش، بتونه، بسجق، بلحمه مفرومه، بجبن بس زي ما انتوا عايزين. وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. يلا